الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال حديثنا في حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حول شخصية الإمام والصفات التي يمتلكها، بحيث جعله الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات مؤهلا لتبوء منصب الإمامة. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: كلما مضى منهم إمام نصب لخلقه من عقبه إمامًا. علما بينا وهاديا نيرا واماما قيما وحجه عالمه ائمه من الله يهدون بالحق وبه يعدلون. في هذا المقطع يبين الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان الارض لا تخلو من حجه. وكلما مات إمام الله سبحانه وتعالى قدر وفاته، في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى يقدر وينصب إمامًا آخر، فلا تخلو الأرض من حجة. بعد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لا تجتمع الإمامة في أخوين. وإنما كل إمام هو ابن للإمام السابق، وسيأتي مفصلاً بيان هذه الآية القرآنية: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". هذه آيتان في القرآن الكريم، آية ترتبط بالإرث الوارث الأقرب. هو اولى بالارث من الابعد، فابن الميت اولى بالارث من اخ الميت، من ابن عم الميت، وهناك آيه اخرى حول الرسول وزوجاته واهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حيث ان الله سبحانه وتعالى يقول: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله هذه آية حول أسرة الرسول صلى الله عليه وآله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه نبي فهو أولى بالتصرف في الناس من أنفس الناس له الولاية عليهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم أولى بالمؤمنين من أمرهم فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم زين شنو الدور زوجات الرسول وأزواجه أمهاتهم دور الزوجات ينحصر في أنه هؤلاء أمهات المؤمنين بمعنى أنه لا يجوز التزوج بهن بعد وفاه الرسول صلى الله عليه واله ليس لهم دور في الولايه على الناس وامر الناس ونهيهم وانما دورهم دور الامومه. زين من له الدور الذي للرسول صلى الله عليه واله من الولايه على المؤمنين؟ واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ارحام الرسول هؤلاء اولى بالرسول من غيره. الرسول كانت له الولايه على جميع المؤمنين من بعد الرسول من له هذه الولايه اولو الارحام يعني ارحام الرسول ابتداء من علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام ثم الامام الحسن عليه السلام ثم الإمام الحسين وهذه استثناء وتخصيص للآية الإمام الحسين هو أولى بالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام لذلك الإمامة انتقلت من الحسن إلى الحسين عليهم الصلاة والسلام ولم تنتقل إلى ذرية الإمام الحسن هذا تخصيص في الآية ثم بعد ذلك الآية تجري على مجراها يعني بعد الامام الحسين عليه الصلاه والسلام الامام زين العابدين ثم الامام الباقر ثم الامام الصادق كل ابن وهو اكبر الابناء الاحياء للامام الذي يتوفى ممن لا يكون فيه عيب هو اولى بالامام فالامامه تكون له وهذا سياتي مفصلا ان شاء الله تعالى في تفسير هذه الايه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولذا في يوم الغدير حينما أراد الرسول صلى الله عليه وآله أخذ البيعة من الناس لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ماذا ابتدأ كلامه ابتدأ كلامه بقوله ألست أولى بكم من أنفسكم يشير إلى هذه الآية قالوا بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله زي فإذا كل إمام يأتي من بعده الإمام اللاحق من عقبه حسب هذه الآية الشريفة إلا في مورد واحد تم التخصيص تخصيص هذه الآية بانتقال الإمامة من الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام إلى الإمام الحسين زين في هذا المقطع يكون رد على الذين جمعوا الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين طبعا عندنا روايات كثيره ان انه لا تجتمع الامامه في اخوين بعد الحسن والحسين مثلا الفرقه الفطحيه هذه فرقه ظهرت في الشيعة وانقرضت لا وجود لها الان هؤلاء كانوا يعتقدون بان الامام بعد الامام الصادق هو عبد الله الافطح وبعد عبد الله الافطح الامام الكاظم يعني الفطحيه كانوا يقبلون جميع الائمه ويزيدون اماما يعني يعتقدون بثلاثه عشر امام كل الائمه الاثني عشر يقبلونهم ويزيدون امام هو عبد الله الافطح. زين هذا الحديث وغيره من الاحاديث يرد امامته لا عبد الله الافطح لم يكن اماما. لماذا؟ لانه من علائم الامام ان يكون اكبر الاولاد الاحياء للامام المتوفى بشرط ان لا يكون فيه عيب. فاذا كان فيه عيب في جسمه الإمام لا يكون فيه عيب يكون الإمام الذي يليح الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان أكبر أبنائه إسماعيل إسماعيل توفي في حياة الإمام الصادق والإمام الصادق في تشييعه مرات متعددة أمر بإنزال التابوت الجنازة وكان يكشف عن وجه اسماعيل ويريه للناس حتى بعدين لا يطلعوا الناس يقولون ان ان اسماعيل كان اماما وهو بعد الامام الصادق امام الحجه تكون تامه عليهم زين اسماعيل في حياه الامام الصادق مات فلم يكن اماما طبعا هو كان انسان صالح ومن صالحي ذريه ال البيت عليهم الصلاه والسلام لكن لم يكن اماما ثاني ابناء الامام الصادق اسمه عبد الله هذا عبد الله كان فيه فطح يعني عيب في رجله او في راسه لان الافطح اما الشخص الذي في راسه عيب يكون عريض راسه بشكل يكون تشوه في الخلق او تكون رجله عريضه بحيث ايضا يكون فيها تشوه فصحيح هو كان أكبر الأبناء الأحياء حين وفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وشهادته، لكن كان فيه عيب في جسده. فلذلك لم يكن إماماً. الإمام الكاظم ثالث الأبناء كان أكبر الأبناء الأحياء الذين لا عيب فيهم في أجسادهم، لذا كان هو الإمام. هذه من العلائم الظاهرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعامة الناس. طبعا هناك علائم اخرى هي مثلا العلم، هذا العلم لعل عامة الناس لا يعرفون ذلك. هذا الخواص يعرفونه. فالله جعل علائم عامة وعلائم خاصة. فعلى كل حال لا تجتمع الامامة في اخوين بعد الامام الحسن والامام الحسين. الامام الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام له اخوان جعفر والحسين حينما استشهد الامام العسكري عليه الصلاه والسلام كان له اخ اسمه جعفر الذي روي انه ادعى الامامه ثم تابع عن ذلك والحسين الحسين ايضا اخ للامام العسكري ابن الامام الهادي وهؤلاء يعني الحسن والحسين كانوا في قمه التقوى بحيث ان الناس كانوا يشبهونهما بالحسن والحسين ابني علي ابن علي بن ابي طالب عليه الصلاه عليهم الصلاه والسلام. لكن الامامه لم تصل الى الحسين ولم يدعها لانه كان ورعا وانما وصلت الامامه الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهو ابن الامام الحسن العسكري. طبعا جعفر ادعى الإمامة لم يصدقه أحد حسب الرواية لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون بأن الإمامة لا تجتمع في أخوين ثم بعد ذلك تابعا ادعائه للإمامة كما في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأما عمي جعفر وأما سبيل عمي جعفر فسبيل إخوة يوسف أما ما روي من ارتكابه الموبقات فهذه روايات غير صحيحة لكن ادعى الإمامة وهذه كبيرة من الكبائر ثم تابع عنها عموما نرجع إلى هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كلما مضى منهم إمام يعني من ولد الإمام الحسين الحس عليه الصلاة والسلام نصب الله لخلقه من عقبه اماما، زين هذا الامام شنو اوصافه؟ علما بينا. يعني العلم شنو هو؟ العلم الاثر الذي يعلم به الشيء، لذا علم الدول يسمى علم، لان هذا اثر لهذه الدوله، يدل على هذه الدوله مثلا. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الامام شخصا مجهولا أو شخصا ليست له خصوصيات يعرفه بها الناس لا الإمام إلى أوصاف كل واحد يعرفه بتلك الأوصاف في قمة العلم في قمة الزهد في قمة التقوى في قمة الورع مجمع للكمالات فيشار إليه بالبنان علما بينا هذا العلم واضح جدا وهاديا نيرا يعني يهدي الى الحق بالبينات الواضحات العلم هكذا كانوا منطقهم مقنع منطقهم الحق واماما قيما يعني يتحرك حسب مصالح الدين فيراعي تلك المصالح مو مصالحها الشخصية ولذا تشوف الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كثير من الأحيان تصرفهم كان تصرف بضررهم شخصيا لكن بصالح الدين يتحركون في هذه الدائرة وواحد عندما يقرأ سيرتهم والذين كانوا في زمانهم كانوا يلاحظون هذه السيرة النيرة أن الدين هو همهم وليس كسائر الناس اللي همهم الدنيا فيتخذون الدين وسيله للدنيا، كثير من الناس هكذا يتخذون الدين وسيله للدنيا، وبعض الناس يريدون الدين يحب الدين وهو متدين لكن بشرط ان لا يتعارض مع مصالحه فما دام الدين ما يتعارض مع مصالحه هو مع الدين، لكن اذا تعارض الدين مع مصالحه فهنا يرجح المصلحة غالب الناس هكذا الناس عبيد الدنيا والدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون كما يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وهذا ليس أمرا استثنائيا في التاريخ في طول التاريخ هكذا حتى تروح إلى صحابة الرسول صلى الله عليه وآله كان فيهم الكثير من المنافقين نزلت سورة باسم المنافقون وآيات كثيرة في سورة البقرة وغيرها تقرع المنافقين لذا في المواقع المفصلية تشوف الأكثر ينهزم ويبقى الأقل في معركة أحد انهزم الأكثر ولم يبق الا القليل اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم في غزوه حنين وهي من الغزوات المتاخره بعد فتح مكه وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا نزلت في غزوة أحد لكن معناها عام ليس خاصا بتلك الغزوة وحجة عالما يعني حجة الله على خلقه مو واحد غير معروف للناس، لا الناس يعرفونه الناس كانوا يعرفون الإمام علي بن أبي طالب يعرفون الإمام الحسن يعرفون الإمام الحسين وكذلك صار الأئمة على رغم أن الطغاة من بني أمية وبني العباس كانوا يحاولون التعتيم على الأئمة لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتم الحجة لذا نورهم ظهر والناس عرفوهم وحتى الآن الناس لا يجهلون أهل البيت يعرفونهم يعرفون الأئمة من أهل البيت طبعا الكثير لا يتبعهم لكن الحجة تامة لا يتمكن في يوم القيامة أن يقول رب لم أسمع بهم لم أقرأ سيرتهم لم أعرفهم لا الجميع يعرفهم إذا اتبعهم فله السعادة وإذا لم يتبعهم فالحجة تامة عليه أئمة من الله يعني الله عينهم يهدون بالحق وبه يعدلون يعني يهدون الناس إلى الحق وهم أيضا يحكمون بالحق أكو بعض الأحيان واحد يتكلم بالحق لكن عمله بالباطل لذا الآية تقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كثير من الأحيان الإنسان يصف بلسانه حقا لكن لا يعمل به، أما الأئمة عليهم الصلاة والسلام والمؤمنون الصالحون هؤلاء يهدون بالحق وبه يعدلون كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف "وممن خلقنا أمة" يعني مجموعة "وممن خلقنا أمة يهدون بالحق" وبه يعدلون يعني يحكمون بين الناس بالعدل. زين هؤلاء من صفاتهم يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام: حجج الله ودعاته ورعاته على خلقه. اولا يحتج بهم, بهم الله سبحانه وتعالى على خلقه، قل لله الحجه البالغه. احيانا وجود انسان مؤمن متدين في مجتمع يكون حجه لله على ذلك المجتمع الله سبحانه وتعالى يقول لذلك المجتمع لماذا خالفتم الاوامر الم يكن فلان معكم وفي نفس ظروفكم ونفس حالاتكم واتق الله سبحانه وتعالى لماذا انتم لا تتقون ولم تتقون يكون حجه لله سبحانه وتعالى في ذلك المجتمع لذلك الانسان العالم المتقي في مجتمع حجه لله في ذلك المجتمع الانسان المتقي حجه لله سبحانه وتعالى في ذلك المجتمع اذا تشوف مثلا مجموعه شباب اصدقاء اتراب هؤلاء يرتكبون المعاصي مثلا اكو واحد فيهم كن في الناس ولا تكن معهم ولكن لا يرتكب تلك المعاصي زين هو شاب مثلهم له شهوات كما ان لهم شهوات له رغبات كما لهم رغبات لكن يتقي الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه الله يحتج به عليهم هذا كان معكم كان فيكم كنتم معه ترونه يراكم مثلكم لكن اتق الله سبحانه وتعالى انتم لماذا لم تتقوا الله سبحانه وتعالى زين هذه حجج صغيره لمنطقه محدوده مثلا في مجموعه خاصه وكذلك لله سبحانه وتعالى حجج على جميع الخلق الانبياء والائمه عليهم الصلاه والسلام. الائمه حجه على جميع المسلمين وغير المسلمين هؤلاء حجج الله يعني يحتج الله سبحانه وتعالى بهم ودعاته يعني يدعون الى الله سبحانه وتعالى. مو واحد ساكت، الساكت عن الحق شيطان اخرس. لا، الائمة كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. والله يقول أجيبوا داعي الله. يدعون إليه. هداية الناس والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا واجب. والأئمة عليهم الصلاة والسلام مهمتهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يدعون إلى الله؟ يعلمون الناس العقائد الحقة. يعلمونهم الشريعة. يعلمونهم الاخلاق بجمله واحده كل ما انزله الله سبحانه وتعالى على نبيه يبينونها للناس. ودعاته يعني الدعاة الى الله سبحانه وتعالى ورعاته على خلقه، يعني الله سبحانه وتعالى نصبهم وجعلهم لرعاية امور الناس حتى لا ينحرفوا. فالراعي شنو يسوي؟ الراعي يحفظ القطيع اولا مصالح القطيع، الشيء الثاني الاعداء الذئاب كذا زين كل واحد راعي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لكن الله سبحانه وتعالى جعل رعاة على الناس في امور دينهم لألا ينحرفوا رعاة عامين وهم الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام. يدين بهديهم العباد. الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع من هذا الحديث يبين أثر الإمام وفائدته. أولاً عبادة الله سبحانه وتعالى عن طريقهم لأنهم يدلون الى الله سبحانه وتعالى ويبينون للناس العباده الصحيحه. الفائده الثانيه عمران البلاد بهم لانهم يبينون النظام الصحيح ويطبقونه فتعمر البلدان. انت اذا تشوف بلد ثري من حيث الثروات الطبيعيه لكن الناس فقراء، لماذا؟ لان النظام نظام غير سليم، يبدد الثروات. وبلد ليست فيه ثروات طبيعيه لكن النظام سليم تشوف الناس اغنياء لان النظام السليم هو الذي يصنع الثروات حتى اذا البلد يكون من حيث الثروات الطبيعيه فقير اذا شوف اليابان بلد من حيث الثروات الطبيعيه فقير لكن الناس فيه من ارفه المجتمعات البشريه وهناك دول اسلاميه فيها ثروات طائله والناس من افقر الفقراء في العالم لان النظام غير السليم يبدد الثروات زين الامام اذا كان الحاكم عمران الارض تكون يكون بدرجه تامه والناس يعيشون في رفاهيه الاموال تنمو لانهم يطبقون النظام الاسلامي الصحيح في الثروات والاموال الحياه الماديه والمعنويه ترتبط بهم حينما تظهر فتن هم نور يدلون الناس على الطريق العلوم الالهيه تنتشر عن طريقهم الاسلام يقوم بهم ولولاهم لما بقي من الاسلام شيء هذه أمور أربعة الإمام سبعة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبينها في جملات محدودة، كلمة صغيرة لكن معناها كبير جدا. يقول: يدين بهديهم العباد، يدين يعني ينقاد لله سبحانه وتعالى. العباد ينقادون لله بسبب الأئمة يعني سيرتهم الحسنة هديهم بهديهم يعني بسيرتهم الحسنة يدين بهديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد يعني تتلألأ البلاد تتلألأ بنورهم بأي معنى يعني عمران البلاد تكون ببركتهم وينمو ببركتهم التلاد التلاد يعني المال القديم الذي لا يرجى خيره لكن ببركتهم هذه الاموال تنمو. جعلهم الله سبحانه وتعالى حياة للانام، الحياة المعنوية بل الحياة المادية. لماذا؟ لأن الحياة المعنوية ترتبط بالدين. وجعلنا له نورا يمشي به في ظلمات الارض. الانسان من غير دين هو هالك ليهلك من هلك عن بينة. فبهم تكون الحياة المعنوية، وكذلك الحياة المادية، لأن الله سبحانه وتعالى ربط خيرات البلاد بهم. ومصابيح للظلام، الأئمة عليهم الصلاة والسلام ينشرون العلوم الإلهية في الوقت الذي الفتن تعم الناس، عندما تأتي شبهة، تأتي مشكلة فكرية، يبينون الجواب الصحيح. ومفاتيح للكلام يفسرون القران وكلام الرسول صلى الله عليه واله بالتفسير الصحيح يبدا الكلام بهم ودعائم للاسلام لا يدعون الاسلام ينحرف كما انحرفت اليهوديه والنصرانيه بل الذين ارادوا تحريف الاسلام كانوا اقوى بكثير من الذين حرفوا اليهوديه والنصرانيه بنو أمية كانوا أعداء للإسلام حاربوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله عشرين عاما إلى يوم فتح مكة في يوم فتح مكة أظهروا الإسلام نفاقا وكانوا يكيدون للإسلام إلى أن جاءت لهم الفرصة ف على الإمام الحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وحاربوه وبعد أمير المؤمنين استولوا على البلدان وكانوا يحقدون على رسول الله صلى الله عليه واله لماذا لانه في بدر وغير بدر قتل كبارهم اخو معاويه قتل في بدر جد معاويه قتل في بدر خال معاويه قتل في بدر ومن قتل قتلهم علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام فكانوا يحقدون على رسول الله وكانوا يريدون اطفاء نور الاسلام وتحريف الاسلام ولذا القدرة بيدهم السلطة بيدهم وعاذ السلاطين معهم يشترون الناس لكي يضعوا الأحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله فأرادوا تحريف الإسلام وحتى في صحاح العامة ورد هذا الحديث أن فلان من صحابة الرسول صلى الله عليه وآله يقول ما معناه أن كل شيء تغير حتى ولم يبقى إلا الصلاة وهذه الصلاة هم ضيعوها لكن الأئمة عليهم الصلاة والسلام حفظوا الإسلام من الانحراف حتى يصل إلى الأجيال وصل إلينا وسيصل إلى غيرنا دعائم للإسلام جرت بذلك فيهم مقادير الله تعالى على محتومها يعني هذا قضاء حتم أن الأئمة يكونون موجودين وينفذون إرادة الله سبحانه وتعالى في الأرض هذا من المقادير التي لا تتبدل ولا تتغير لا يغيرها الله سبحانه وتعالى هذا مقطع من هذا الحديث الشريف والكلام الصلا نتركه إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين